إيصال الطلقات النارية من الرأس والبطن، وقد أظهرت المعاينة إصابته بست طلقات نارية من سلاح حربي أدت إلى نزيف دماغي حاد ونزيف بالصدر والبطن. بعتذر من كل الأخوة والأخوات اللي شافونا على هذه القنوات اللي ما كان لازم أوقف عليها، ما كان لازم أوقف وأقرأ القرآن وانحط بهذا، حط حالي بهذا الموضع اللي هو موضع الشبهات.